للإعلام دور مهم في نقل الصورة الحية من موقع الحدث لجميع بلدان العالم، رغم صعوبة هذه المهنة التي تحتاج إلى تسهيلات معينة للعمل المهني. عقد هذا اليوم في فرع نقابة الصحفيين العراقيين في فرع كربلاء، لقاء انضم مدير إعلام شرطة كربلاء وإعلام المحافظة والأسرة الصحفية في كربلاء لمناقشة المعوقات وكذلك تقديم التسهيلات للأسرة الصحفية خلال زيارة 40 الإمام الحسين. حقيقة تم مناقشة وعرض الخطة الخاصة بالتسهيلات للمعوقات التي تم استنتاجها من خلال السنوات الماضية وخاصة العام الماضي. السلطات المحلية المسؤولة عن وضع خطوط لمنتسبيها للحيلولة دون تعارض العمل الصحفي مع أوامرها العسكرية والقانونية، حيث أن الأحقية بالعمل هي الحصول على المعلومة بتوجيه من قانون حقوق حماية الصحفيين العراقيين. الغرض من هذا المؤتمر هو اللقاء مع الأخوان الإعلاميين والصحفيين في المحافظة للاستعدادات للزيارة الأربعينية للسماع معوقاتهم ومعرقلاتهم حتى تكون هناك حلول ناجعة للوقوف عليها ووضع هذه الحلول في سبيل تسهيل العمل الإعلامي كافة الأخوان الإعلاميين. وإن شاء الله وفق هذه الطروحات التي طرحت كان هناك تجاوب كبير ما بين القوات الأمنية والأخوة المدراء الإعلام الذين يمثلون الإعلاميين وبين الإعلاميين، كان هناك تجاوب كبير وتم تشير عدة نقاط سيتم طرحها على القادة في سبيل تذليل هذه المعوقات. طبعا كربلاء تجهد زيارات مليونية وبالأخص زيارة الأربعين. زيارة الأربعين يعني توصل 20 مليون زائر أو أكثر، ويصير قوات أمنية من كل الصنوف اللي تيجي. فالمشاكل اللي قاعد تصير بكربلاء اليوم مثلا بالشارع موجود جيش والشرطة أو الشرطة الاتحادية، من تجي تعرض واجهك كصحفي هذا الشخص يقول لك ما أعرف، شخص ثاني يسهل لك، ما تعرف شنو اللي يصير بالزيارات المليونية. فإحنا اليوم إن شاء الله اجتمعنا كإعلاميين ويا نقابة الصحفيين وقيادة شرطة كربلاء، إن شاء الله نتأمل الخير بهذا الاجتماع ونتحل الموضوع، وهي كلها راح تكون خدمة للزائرين والصالح العام. مهنة المتاعب هكذا يطلق عليها في الشارع العراقي لما تحتاجه من جهد جهيد لنقل المعلومة. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم كربلاء.